إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا
فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، وقع إلي سؤال من فاضل من نبلاء المسلمين، سؤال عجيب وليس بعجيب. صورته: ما حكم هؤلاء الذين يجتهدون في قتل المسلمين وسفك دمائهم وهتك حرماتهم ثم يعتذرون ويعتذر عنهم ولهم بالقول اجتهدوا فأخطأوا، وما على المحسنين من سبيل؟ وما على المحسنين من سبيل لأنهم اجتهدوا. وقد صح عن المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، يعني إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا وله نظائر. هذا القول المصطفوي الكريم إخواني وأخواتي، وهو مفخرة من مفاخر هذا الدين، إذا اجتهد الحاكم أيها الإخوة، أو إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر حتى على الخطأ من مفاخر المسلمين. سرى بين الناس مسير الضوء، مسير الشمس، هذا من مشهور حديث عليه الصلاة والسلام، تعرفه الكافة، يعرفه العلماء بالحري، لكن يعرفه العامة أيضاً والجهلاء. فأخطأ فله أجر واحد، الكل يقول هذا، وهو من قبيل قوله عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك، الكل يعرفه، استفت قلبك وإن أفتاك الناس، وفي رواية: أفتاك المفتون وأفتوك، الكل يعرفه تماماً، كما يعرفون القول الشهير: الأحكام تتغير، فليس ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، الكل يعرف هذا، ويا ليتهم ما عرفوا، لأنهم ما عرفوه على وجهه، والمعرفة الناقصة خير منها الجهل، فهي أضر من الجهل. كأي من رجل أو أمة من عباد الله وإمائه يستحل المقطوع بتحريمه من فاحش الذنب ويعتذر لنفسه فيما بينه وبين نفسه أو فيما بينه وبين خلانه وأحبابه وأصحابه، استفت قلبك، يقول: استفتيت قلبي. تستفت قلبك فيما قطع الله بحرمته في كتابه وفيما صح عن المعصوم في السنة؟ تزني تقول استفت قلبك؟ تكذب، تغتاب، تنم، تشبك بين الناس، تقول استفت قلبك؟ تتغول أموال الناس وتعدو على حقوقهم وتقول استفت قلبك؟ أي فقه هذا؟ الجهل خير منه بمراحل، لأن الجاهل البسيط أيها الإخوة يعلم أنه جاهل ولا يتقحم هذه الورطات حتى يتبين ويستفصل ويستجلي، لكن هذا المتعلم الناقص دعي العلم أيها الإخوة يتقحم كبائر الذنوب، لا يطرف له جفن. لماذا؟ استفت قلبه. يشرب كأساً يقول استفت قلبك، حيشو كأس لن أضر بها أحداً، ماذا سيصير؟ أشربه وأنام، استفت قلبه. فقيه الإسلام، المذهب الخامس في الإسلام، شيء عجيب يا أخواني. لكن هذا كله يهون بإزاء الذين يجتهدون، زعموا، لأنهم من أهل الاجتهاد،
هم نظراء لأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجعفر وزيد ومالك وابن حنبل وأمثال هؤلاء. الله أكبر، يجتهدون زعموا فيبيحون دماء المسلمين أو الدماء المعصومة، مش شرط أن تكون دماء مسلمين، هناك دماء معصومة. الأصل في الدماء العصمة أيها الإخوة، الأصل في البشر أنهم معصومو الدماء. هذا ما أدى إليه التحقيق، تحقيق ثلة كبيرة من العلماء المحققين الأفيقين. كل بشر حياته معصومة، لا ترفع عصمتها أيها الإخوة إلا بدليل ثابت لا يمترى فيه، بدليل ثابت لا يمترى فيه. إذن هم يجتهدون ما شاء الله، فإذا ما قبض عليهم ووقعوا في قبضة العدالة ووقفوا أمام القضاء قالوا اجتهدنا وما أردنا إلا الخير. الله أكبر، من أنتم؟ ما هي علومكم؟ ما هي فنونكم؟ ما هو بصركم ونفاذكم في العلم؟ لا شيء، لا شيء، لأنه يستحيل أن يكون أحد على شيء من علم. شدى حروفا، ليس رسخت قدمه في العلم، شدى، يقال الشادي، شدى حروفا من العلم ثم تسول له نفسه أن يجتهد في استباح دماء الناس باسم نصرة الإسلام وإعزاز الإسلام ومحاربة مش عارف إيه. إيش هذا؟ إيش العبث هذا؟ أين هذا؟ وبعدين كيف تفعل هذا؟ عند التفكيك أيها الإخوة يضح أن هؤلاء يلعبون دور المجتهد في استنباط الأحكام، وفي الحقيقة هذا حتى ليس من موارد الاجتهاد. عصمة النفوس المعصومة وحرمة النفوس المحرمة مسألة قطعية لا تحتاج إلى اجتهاد يا إخواني، لا تحتاج إلى اجتهاد. كيف ترفع هذه العصمة أنت؟ بماذا؟ أي اجتهاد هذا؟ أي اجتهاد؟ يظن أن الاجتهاد يدخل في كل شيء. المورد الأساسي الرئيس للاجتهاد ما هو؟ حين تحدثون عن الاجتهاد ما هو؟ المورد الرئيس الأساسي للاجتهاد أيها الإخوة هو ما لا نص فيه، هو هذا، هذا أوسع موارد الاجتهاد، أشياء لم يرد فيها نص فيجتهد فيها من؟ ليس ذا وذاك وذلك، إنما المجتهد، المجتهد. لذلك يقال الاجتهاد من أهله وفي محله، في محله. هل هذا مورد من موارد الاجتهاد أم ليس من موارد الاجتهاد؟ وما هو الاجتهاد؟ لعلهم أيضا وبالحري لا يعلمون، لأنهم لو علموا وتحققوا بآلة الاجتهاد، توفروا على آلة الاجتهاد أي على لياقات المجتهد أيها الإخوة، ما تقحموا هذه الورطات، أكبر ورطات على الإطلاق بعد الشرك بالله. بل أنا أقول لك، الذي يشرك بالله تبارك وتعالى ثم يتوب تاب الله عليه ويفرح بتوبته ويصطلح معه، لكن الذي يقتل النفس المحرمة كيف يخرج من هذه الورطة؟ قل لي كيف يخرج؟ تقول لي استغفر، يستغفر، روح العب على نفسك عاد، من أين أتيت بها؟ يستغفر إيه؟ الله أعلم. المشهور من مذهب عبد الله بن عباس أن القاتل العمد لا توبة له، أخذا بظاهر كتاب الله تبارك وتعالى. لا نتلو عليكم الأدلة، الأدلة معروفة، الموضوع موضوع آخر اليوم. على كل حال، سئل الإمام أبو عبد الله مالك إمام دار الهجرة رضوان الله عليه، مالك بن أنس إمام المذهب الرجل الجليل، سئل: هل لمن قتل عمدا، القاتل العمد اسمه، هل له توبة؟ فقال: ليكثر من شرب الماء البارد تجهزا وتهيئا للمقام في جهنم. هذا معنى الكلام، يشرب ماء بارد كثير. قالوا من الآن مالك يقول: هل للقاتل العمد توبة؟ شوفوا الفخ، شوفوا العلماء مش يستبيحون دماء الناس بأوهن الشبه، لا أقول أسباب، شبه فارغة يستباح فيها دماء الناس، بل قطاعات من الناس. جماعة الفلانية هؤلاء يقتلون، القطاع الفلاني في الدولة أو في الشعب هذا يقتل، قطاع كامل كقطاع كذا وكذا، شيء لا يكاد يصدق، دماؤهم مباحة أينما ثقفناهم استبحناهم. ما هذا؟ من الذي قال بهذا؟ وما هذا هذا؟ هل هذا فتوى؟ ليست الفتوى هكذا. هل هذا قضاء؟ هل أنتم قضاة؟ معينون رسمياً؟ ولتكم الأمة لتقضوا فيها؟ وهذه المسألة على فكرة لا يفتى فيها، فرق كبير بين الفتوى والقضاء، وعرضت لهذا من قبل، لكن اليوم حتى نجيب عن سؤال هذا الرجل النبيل من نبلاء المسلمين، وأجبته على توي في الحقيقة، وسألني قلت له الجواب كذا كذا، قال: الله أكبر، اكتب لي فيه، لقد حيرت علماءنا. يقول:
قلت له ما حيرتهم وإنما يداورون المسائل. بعضهم يخاف، يخاف، يخاف على رقبته، يخاف على نفسه من هذا الإرهاب يا إخواني. الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ بذل الوسع. تعرفون ما معنى بذل الوسع؟ بذل الوسع حتى آخر مكنة، حتى آخر قطرة أي في هذا الوسع. لا أستطيع أن أبذل فوق هذا الوسع وسع، هذا وسعي. بذل الوسع في استنباط، أي الاستنباط الحكم الشرعي العملي من دليله، دليله التفصيلي من الكتاب والسنة، هذا هو الاجتهاد. فهذا له أهل، له أهل. على أنه عليه الصلاة والسلام حين قال إن الحاكم في رواية إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، تحدث عمن؟ عن الحاكم يا إخواني، لم يتحدث عن هذا وذاك، إنما تحدث عن الحاكم. ما معنى الحاكم؟ القاضي. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، الآية من الأنبياء. ما معنى يحكمان؟ يقضيان. الحكومة هي القضاء، الحكومات يعني الأقضية، أحكام القضاء هي الحكومات. فالنبي يتحدث عن من؟ عن القاضي. لذلك لما قال عمرو بن العاص اقض بينهما، بين رجلين، قال يا رسول الله أنت أولى، قال وإن كنت أولى، اقض بينهما، قال فما لي إن أصبت، قال عشر حسنات، عشر حسنات، وإن أخطأت لا شيء عليك. في الحديث الصحيح عنه أيضا كما كذا له أجر واحد، فسره أبو سليمان حمد الخطابي رحمة الله تعالى عليه في معالم السنة على أبي داود أنه يرفع عنه الإثم، فسر الأجر الواحد برفع الإثم وهو خلاف ظاهر الحديث، ظاهره له أجر واحد، نقول به. لماذا؟ لماذا نصير من الحقيقة إلى المجاز؟ ما في داعي، أرى أنه ليس هناك ثمة داع لذلك. على كل حال هذه مذاهب العلماء. هذا في القاضي، القاضي مش إنسان فضولي متطفل. وبعدين فرق كبير كما قلت لكم بين القضاء والإفتاء. الإفتاء إخبار، خذوا هذا الفرق العام يا إخواني، والقضاء إنشاء. فروق بالعشرات بين القضاء والإفتاء. الإمام شهاب الدين القرافي شيخ الإسلام العلامة المتفنن اللوذعي المالكي له كتاب، تلميذ العز بن عبد السلام له كتاب لم ينسج على منواله اسمه الإحكام، في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، أداره كله وكسره على هذه المسألة، كسره أي وقفه على هذه المسألة. ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ فسل نفسك ولنتساءل، وليتساءل الذين يتبعون هؤلاء التائهين المجرمين. يا ريت بس مجرد مجرمين، ناس قتل أصبحوا مجرمين وأرادوا الأمة أن تسير في طريقهم، طريق الإجرام والجريمة والعياذ بالله باستحلال الدماء المعصومة. إخواني قبل أن أكمل، الناس اليوم، الأمة المسلمة، نحن يعربون عن نوع من التلهف والتشوف، بل العشق والحب للليبرالية والحرية والديمقراطية والشرعية. يقول لك الشرعية، شرعية الديمقراطية، لماذا؟ من أجل ماذا؟ لماذا نحب هذه الأشياء؟ وما في، ودعوكم برضو من كسور من المسلمين، نسب بسيطة جدا جدا، مستهلكة، مستهلكة في الأمة الإسلامية، يعني فاصل كما يقال 0.001%، ما في. معظم الناس على الإطلاق فعلا يتشوفون إلى الحريات، إلى الليبرالية، إلى الديمقراطية، إلى الحرية. تعرفون لماذا؟ فقط لأنها وعد أو وعود بتحسين شروط حياتهم، تصبح حياتهم أكثر كرامة، أكثر إنتاجية، أكثر مصونية، أكثر محفوظية، وحرياتك وحقوقك أيضا تصير أكثر مصونية، أليس كذلك؟ جميل جدا. لذلك هم يحبون هذه الأشياء، الطنانة، الرنانة، الليبرالية، ديمقراطية، كذا ملوخ إلى آخره. فما بالنا أيها الإخوة، أو ما بال بعضنا يصر على جعل الدين وعدا بإنهاء الحياة من أصله؟ الدين مش وعد لتحسين للقتل، قتل دين يؤخذ باسم ماذا؟ باسم الجهاد، وقاتلوهم والجهاد، والجهاد ماض، جهاد وقتال ايش الكلام البصير هذا؟ تجاهد في أمتك، تجاهد في شعبك، تجاهد في بلدك، تقتل أبناء شعبك، أبناء بلدك، أبناء جيشك، أبناء أمنك، وتقول جهاد وقتال في سبيل الله وتدمير. ومن المستفيد؟
ومن استعيد ومن الذي يخطط ومن الذي يدفع؟ عدو الأمة، واضح أنه عدو الأمة. وتفكيك لبلادنا، تفكيك لأوطاننا، قضاء مبرم على البقية الباقية منها يا إخواني. قالك جهاد، تباً تباً يا إخواني لهذه الفهوم، تباً لأولئك العقول والعياذ بالله تعمل بإصرار يا إخواني، بحماس منقطع النظير على تنفيذ مخططات أعداء الأمة. والله العظيم على أن تبلى هذه الأمة في أعز ما تملك دينها. وعما قليل ستخرج الناس من دين الله أفواجا. هذا الدين، هذا الدين، هذا دين الإسلاميين، هذا دين الحركات والفكر الإسلامي. 30 سنة في ذبح وتفتيت العالم العربي، بدل أن نكون مساهمين فقط في الإصلاح وفي البناء وفي التعليم نحو الأمية وخدمة الناس ومساعدة كل مسعى نبيل يخدم الأمة. غير هيك أبداً لا نفعل أي شيء آخر. لا، ما في هيك. لا، شعور عجيب وانتفاخ يا إخواني، انتفاخ داخلي سرطاني بأننا الأحق في كل شيء وبكل شيء. لماذا؟ لأننا نتكلم عن الله تبارك وتعالى، إحنا وكلاء الغيب. عشان إيه؟ عشان شوية لحى وشوية حجاب ونقاب إحنا يعني؟ كأن الأمة زنادقة، الأمة كافرة من عند آخرها، إحنا لنا امتيازات خاصة. لذلك بالقوة، بالسيف، بالإرهاب نريد أن نكون هنا وأن ننفذ كل ما نريد. وعد بماذا؟ وعد بالذبح والتدمير وتكريه الناس في هذا الدين العظيم. يا إخواني، باب الدماء على الإطلاق هو أضيق الأبواب في شرع الله تبارك وتعالى. لماذا هذا التوسع فيه؟ ممن ليس له أدنى أهلية لا أن يفتي، وليس هو بالقاضي ليقضي. لا أنت مفتن ولا أنت قاض، طب كيف تتكلم؟ فالقضاء كما قلت لكم إنشاء، والإفتاء إخبار. إخبار، إخبار يا إخواني، إخبار عن الحكم الشرعي، نقل لصورة الحكم الشرعي. وهذا الإخبار لا يعمل إلا في العموم، مجردا حكم كذا كذا وكذا. والإفتاء ليس ملزماً. المستفتي أيها الإخوة أو المستفتون حين يذهبون إلى مفتٍ يتفاتون إليه، حين يذهبون أو يقصدون مفتياً يتفاتون إليه، أياً ما كانت الفتية أو الفتوى هم مخيرون بين العمل بها وبين تركها. فتوى هذه يمكن أن يقرأوا مثل هذه الفتوى في الكتب إن كانت لديهم برضو لياقة أن يقرأوا وأن يفهموا. أما القضاء فهو إنشاء يا إخواني. القضاء يقول لك يا نعم هذه زوجتك، أحكم بأنها زوجتك، تصبح زوجتك. تخيل، حتى على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة لو أن رجلاً ادعى في امرأة أنها زوجته وحكم القاضي له بذلك وفي واقع الأمر هي ليست زوجته ولم يعقد عليها، في يوم من الأيام ادعى لكن القاضي اقتنع بأدلة معينة، اقتنع أنها زوجته، على مذهب الإمام الأعظم هي زوجته ظاهراً كما عليه الجمهور وباطناً كما عليه أبو حنيفة وحده وخالفه الصاحبان. قال حتى في الباطن عند الله. هذا القضاء، قضاء قوة كبيرة جداً في الدين ومحترمة ونافذة، مش أي كلام. والقضاء ملزم. ما في تتقاضى عند قاض معين أنت وخصمك ثم تقول لا أنا مخير. ما فيش مخير، بالقوة هنا، قوة الشرطة، الدولة، القوة التنفيذية من غصب عنك بدك تنفذ كلام هذا. هذا القضاء يا أخي. لذلك لا يقضي الرجل إلا إذا ولي القضاء، إلا إذا، فهي خطة رسمية، خطة أميرية حكومية. ما ينفعش أنا أقضي وأنت تقضي، ما ينفعش كلام هذا. تتطفل، تكون فضولياً، ما ينفع يا إخواني. بل أكثر من هذا، العلماء قالوا ليس للمفتي أن يقضي إلا إذا ولي، أما القاضي فيجب عليه أن يفتي إذا تعين للفتية. يعني ما فيش واحد يفتي الآن، ما فيش، مش موجود. وفيها القاضي، هذا هو قاضي مش مفتي، واستفتيناه فتعين، ما فيش إلا هو، يجب عليه أن يفتي وعنده القدرة أن يفتي طبعا، ها، فيفتي. ويستحب له أن يقضي إذا لم يتعين. في غيره ينفع؟ قال لك هو مستحب، وبعضهم كره، وهم جماعة من الشافعية والحنابلة، كره للقاضي أن يجمع بين القضاء والإفتاء، قالوا مكروه. لا، خلاص، اقصر نفسك على القضاء، لا تفتي، قضاء من غير إفتاء. لماذا؟ قالوا
لأنه ربما استفتي في مسألة فأفتى فيها بقول، ثم استقضي فيها فبدا له، عنده الآن إيه لا قضاء آخر غير إيه ما أفتى به هناك، هذه فتوى وهذه حكومة قضاء. فإن قضى بما بدا له تناولته ألسنة الناس بالثلب واستهانوا إيه بقضائه، قالوا امبارح أفتى هيك واليوم يقضي هيك، شو هالقضاء؟ طبعا. وإن قضى أيها الإخوة بما أفتى به خالف الحق في اعتقاده، هو يعتقد الآن أنه مش هذا هو الحق، الحق شيء آخر، فتورط. لذلك كان القاضي شريح بن الحارث الكندي رضوان الله تعالى عليه، القاضي العظيم معروف شريح المعروف الرجل المعمر، ربما قضى هذا نحو من 60 أو 70 سنة في القضاء لأكثر من خليفة رضوان الله عليهم أجمعين. ماذا كان يقول؟ كان يقول أنا أقضي بينكم ولا أفتي، يفهم هذا أنا أقضي بينكم ولا أفتي. فلنتساءل، هل أنت مفتن؟ قال لك أنا مفتي، انتهى. إذا كنت مفتيا هذه الفتوى أو الفتاوى لا ينبني عليها شيء أبدا، لا يمكن أن تستحل بها الدماء بالفتاوى، ممنوع. واحد يقول لك أنا سمعت مفتيا في الفضائيات ولا في الأشرطة والكاسيتات، هذه أجهزة الأمة الإسلامية أجدت سبحان الله حقبة، من أنا كنت أكره هذه الحقبة أتقزز منها، حقبة سوداء أراها حقبة سوداء متلهمة، ناس يتلقون العلم والتوجيهات وتفجير هنا وقتل هنا وتكفير وذبح وجماعات وجمعيات وأشياء من تحت ومن فوق، كاسيتات كل الحكاية، حقبة الكاسيتات، حقبة مظلمة كم كرهتها. مش هيك يا أخي، الدين نور يا إخواني، الدين نور، هذا الإسلام كله نور، القرآن نور، السنة نور، الدين بيكون على المنابر وفي المساجد وواضح وما في شيء مخبى ومن تحت لتحت، ما في الكلام هذا، كل شيء بيكون واضح للناس، معروض على الناس جميعا، ويكون متداولا، يخضع للتداول العلم والنقاش والتحقيق والتفتيش، وهذا حق، والمحاققة العلمية، لأنه دين، هذا دين للأمة كلها، مش لجماعة ولا حزب وتنظيم. إيش هذا يا أخي؟ إحنا قرامط أصبحنا ولا حشاشين ولا جماعات إسماعيلية وباطنية وكذا؟ لا أدري، مش هيك العلم. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت جماعة في المسجد يتسارون فاعلم أنهم على دخل أو على دغل، شيء مش كويس يكون. ما في هيك عندنا في الدين، إحنا في كلام كله واضح على المنابر، وما في ازدواجيه، ما في فتاوى من تحت الطاوله وفتاوى للناس، هذا باطل. وانا احذر اخواني واحبابي وابنائي، اي واحد تشوفوه كذا احذروا والله منه، اياكم ان تقربوا منه ايا كان، ولو كان شيخ العلماء. لك في شيء الا احنا كجماعه خاصه، وشيء على المنابر، اعوذ بالله منك، اعوذ بالله منك، تلعب بدين الله، ليس كذا. دين الله كمل واكتمل في النهار، في رائعة ورابعة النهار، في رائعة النهار، صح؟ في ضوء الشمس، مش في السراديب وخلف الكواليس، دين الله اكتمل. ودين الله واضح بفضل الله، دين مبين ونير. طيب، إذن كما قلت لكم، بالفتوى، مجرد الفتوى لا يمكن أن تستبيح دماء أي إنسان ولا دم حتى فرخة. تعرف لماذا؟ لأنه لا يستباح دم الإنسان المعين إلا بالقضاء، بقضاء القاضي، بدنا قضاء يحكم. تخيل، حتى لو قيل فلان قتل يا أخي، قتل عمدا، لست أنت الذي تقول إنه قتل عمدا، من أنت يا رجل؟ تقول الفتوى هكذا، يا أخي القرآن كريم ولكم في القصاص حياة بما أنه قتل عمدا اقتلوه، يتبا لك من جاهل، تبا لك من جاهل، أنت الآن تلعب دور قاضي، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، العب دور المفتي إن كنت تحسنه، قول من قتل عمدا يقتل. طب وفلان؟ قول ايش دخلني في فلان، أنا قاضي؟ أنا بعرف فلان، ماليش علاقة به. من قال كذا وفعل كذا كفر وخرج عن الملة. طب فلان؟ ماليش علاقة به، مش قاضي أنا، ايش دخلني بفلان؟ أنا قاضي؟ مش قاضي. وأنتوا لكم 40 50 سنة، هذه الأمة الآن لها 50 سنة تتلقى أحكام القضاء ممن يزعمون أنهم دعاة وعلماء الإسلام، وفلان كافر وفلان زنديق والفيلسوف المصري فلان كافر لأنه كتب. يا أخي، ما من أنت يا رجل؟ إحنا شفنا بعدين لما دارت الدائرة على الذين رموا الناس بالكفر مثل فلان وعلام من علماء الدولة الفلانية، هم رموا بالكفر بعد ذلك. طب كويس، إذا كل من رمي بالكفر ثبت الكفر عليه، إذا يجوز لكل مجنون ومخبل ومهوس يمتشق سلاحه ويأخذ مسدسه يطلق النار عليه ينفذ الحكم هذا؟ ما بصح يا أخواني، ما هذا العبث الذي نحن فيه؟ والله إنه لعبث يا أخواني، والله إنه لعبث.
باب الدماء أضيق الأبواب. لكن وتناولت هذا الموضوع ربما عشرة المرات أحبتي في الله وأخواتي، لماذا مع كونه أضيق الأبواب وأحرجها وأكثرها حساسية هذا التوسع المثير والمريب فيه؟ أنا أقول لكم، علامة من علامات زيف الدين، دين زائف، لأن الدين الحق مش دين الزيف والدجل يا إخواني، يحمل المتدين على مراعاة حدود الله واحترام هذه الحدود وتوخيرها أيا كانت، هذا المتدين الحق. وأما المتدين الكاذب الزائف المعلول المدخول المدغول فإنه يستهين حتى بالدماء، ما عندوش مشكلة، عادي يقتل، يعطي فتاوى بالقتل، وقد ينفذه ويأتي يصلي الجماعة ويتباكى في المحراب، شيء لا يكاد يصدق، شيء لا يكاد يصدق، تخيل، لأنه دين زائف، ما في استشعار حقيقي هنا لتوقير حرمات الله تبارك وتعالى. ما فيش واحد زي الإمام مالك يقول له أكثر من شرب الماء البارد عشان يقطع قلبه، عشان يخوف فهمه، تلعب أنت؟ بكل بساطة، هل القاتل عم توبة؟ إيه له توبة ومش عارف. لا يا حبيبي، بل قال له ليكثر من شرب الماء البارد، لأنه جهنم تنتظره، قتلت عمدا جهنم أمامك يا حبيبي، كتاب التقرير في واحد وقتل جهنم أمامك، تلعب؟ العب بمصيرك، لكن لا تلعب بديننا يا أخي، لا تلعب بإسلامنا، لا تلعب بأمننا كأمة وكبلد. روى الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله تعالى عليه عن أبي قلابة عبد الله بن زيد البصري التابعي الشهير المعروف، على كل حال، عن أبي قلابة قال: أبرز عمر بن عبد العزيز يوما سريره للناس، كرسي، كرسي الخلافة يعني، ما كانش في ملك عمر، ما عاش كملك رضوان الله عليه، أستحي أن أقول كرسي ملكي، ما هو عنده ملك أكيد، سرير من أكثر الأسرة تواضعا وتقشفا، أبرز سريره يوما للناس، جلس إليهم يعني، اللي عنده شكوى، اللي عنده سؤال، أي شيء، هكذا خليفة يحكم خمس العالم تقريبا، أبرز سريره يوما للناس، ثم تكلم، سألهم وقال: ما ترون في القسامة؟ ما ترون في القسامة؟ فقال القوم، جماعة الأعيان، الناس اللي عندها علم وعندها فقه يعني، أكيد مش العامة، فقال القوم: القسامة القود فيها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. معروف عن معاوية كان يقيد بالقسامة، باختصار حتى لا نصدعكم، القسامة هي، القسامة أن يوجد رجل قتيل في محلة، في محلة قوم، في مكان، في حي من الأحياء، ولا يدرى قاتله، مين قتله، يوجد قتيل هكذا مقتول لا يدرى قاتله. فالآن اختلف السادة الفقهاء، منهم من قال القسامة 50 رجلا من أولياء الدم، أولياء هذا القتيل 50 يقسمون 50 يمينا أن هؤلاء قتلوا. طبعا اشترط الجمهور أن يعينوا، ما ينفعش تقول أهل هذا البيت سيرك، أهل هذا الحي قتلوا، ما ينفعش هكذا، لا، لابد أن تعين إما شخصا وإما جماعة محددة، جماعة محددة، إذا ما في تعيين لا تجب القسامة، لا تجب القسامة. طيب، يقسمون 50 يمينا أن هؤلاء أو هذا من هؤلاء القوم قتله أو قتلوا، فيستحقون الدية بذلك. متى؟ لكن لابد أن يوجد لوث. شو اللوث؟ اللوث قرينة، في قرينة معينة تثير الريبة أيها الإخوة، وتوقع في الظن صدق الدعوة، صدق المدعي أن هؤلاء هم الذين قتلوه، هذا اسمه اللوث. قضية فقهية معقدة، على كل حال لابد من وجود اللوث. فإذا لم يكونوا 50 حلف الموجودون 50 يمينا، هذا إيمان القسامة، اسمه إيمان القسامة، عشان تتم 50 يمينا، لتتم 50 يمينا، لتوجد 50 يمينا يعني. فإن أبى المتهمون المدعون حلف هذه الأيمان، أحال القاضي الأمر على من؟ على المتهمين المدعى عليهم، على المدعى عليهم. فإن أبوا أن يحلفوا وجبت عليهم الدية للمقتول، إلى آخره. واختلف الفقهاء في القسامة، الجمهور على أنها مشروعة وواجبة، المشروعة وواجبة. عمر بن عبد العزيز، سليمان بن يسار، ومسلم بن خالد، وأبو قلابة عبد الله بن زيد البصري
قالوا لا، لا قسامة ولا يجب بها شيء، لأنها تخالف الأصول المجمع عليها في شرع الله. هذه فكرة عامة غير وافية وغير كافية عن القسامة. على كل حال، الحديث عن القسامة، عمر يسأل عن القسامة، فقالوا القسامة القاد بها حق وقد أقاد بها الخلفاء. قال: فقال لي: ما تقول أنت يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، أبرزني. قالوا تعال أمام الناس. ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، وجوه الناس يعني، رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بدمشق، شهدوا على رجل بدمشق أنه زنى وهو محصن ولم يروه، أكنت ترجمه؟ فقال عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الرحمة: لا. قالها خلينا نشوف، تخالف الأصول المجمع عليها، يحتج لمذهبه في القسامة، في رفض القسامة، في عدم مشروعية القسامة، أبو قلابة البصري. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أفرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ فقال عمر: لا. قال أبو قلابة: فقلت: فوالله، انتبهوا، مسألة خطيرة، تضييق الباب هذا، فوالله، يقول، ما قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدا إلا في إحدى خصال ثلاث. قال له: باب القتل باب خطير جدا جدا، تقول لي القواد بها حق وتقتل إيه بالقسامة؟ مش معقول. قال له: القتل له ثلاثة أسباب فقط، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا هو: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل. يعني رجل قتل جناية، يعني ليس قتلا خطأ ولا شبه عمد، هذا هو، وإنما قتل إيه؟ قتل عمد، فهذا معنى قوله بجريرة نفسه، بجناية. رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، ورجل زنى بعد إحصان، والثالث من هو؟ ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام، والثالث، هذا مهم جدا في بحث ماذا؟ في بحث الردة وقتل المرتد أيضا. لماذا؟ هنا صرح أبو قلابة أن هذا وجه الحديث، ليس مجرد ارتد عن الإسلام، لا، حارب الله ورسوله، حارب مقاتل هذا ومرتد. قال: فقال القوم: أليس قد روى أنس، أرادوا إيه؟ أن يوردوا عليه، هذا اسمه إيراد، أرادوا أن يوردوا عليه، بمعنى أرادوا أن يحدثوا، أو مش يحدثوا، يذكروا بحالة رابعة ثبت أن النبي قتل بها، كيف أنت تحلف أن النبي ما قتل إلا في إحدى إيه؟ خصال ثلاث، هذا إيراد في علم المناظرة. فقالوا: أليس قد روى أنس ابن مالك رضوان الله تعالى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قطع في السرق وسمر الأعين ونبذهم في الشمس؟ يتحدثون عن ماذا؟ عن قضية إيه؟ العرنيين، جماعة من عكل وعرينة، فقالوا: النبي هؤلاء سرقوا، مجرد سرقة، لكن مش سرقة عادية، كما نقول الآن سرقة فيها إيه؟ عدوان مسلح، سرقة مثل سرقة المحاربين والعياذ بالله، إنما جزاء الذين هذا هو. فالنبي قطع في السرق، يعني في السرقة، قطع في السرق وسمر، يقال سمر وسمل الأعين، إذا فقأها بحديثة محماء وقيل بشوكة، لازم يكون بشوكة، على كل حال فق الأعين، النبي فعل هذا، وسمر الأعين ونبذهم في الشمس. ما معنى نبذهم؟ يعني بعد أن قطعهم وسمر أعينهم تركهم ينزفون حتى لقوا حتفهم فماتوا. إذن هاي قتل، قتل في سرقة، هؤلاء سرقوا فقط، فالنبي قتلهم، فكيف تقول ثلاث خصال يا أبا قلابة؟ فقال: أنا أحدثكم حديث أنس. تتكلمون عن حديث أنس؟ طبعا أبو قلابة روى عن جماعة من الصحابة، منهم أنس بن مالك روى عنه، ما في شك أنه روى عنه، وعن ابن عباس وابن عمر وفيه شك، وعن زينب بنت أم سلمة، على كل حال عن جماعة من الصحابة، تابعي، تابعي شهير الرجل. قال: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس رضي الله عنه أن جماعة من عكل، أن نفرا من عكل، قبيلة عكل، في رواية أخرى عكل وعرينة، من قبيلتين، ولذلك قال لهم العرنيون، أن نفرا من عكل ثمانية أتوا المدينة، قدموا الرسول المدينة، فبايعوه على الإسلام،
فاستوخموا المدينة فسخمت أبدانهم، لم يناسبهم جو المدينة، هواء المدينة، هذا هو أي الوخم، استوخموها فسخمت، اعتلوا، تمردوا، فسخمت أبدانهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله، فقال لهم عليه السلام: ألا تخرجون مع راعي إبلنا؟ خرجوا معه إلى البيداء. ألا تخرجون مع راعي إبلنا فتصيبون، هكذا ووجهها النصب حسب قواعد النحو، المفروض فتصيبوا لأنه في تحضيض وفاء سببية، بس هكذا هي مكتوبة في البخاري. على كل حال: ألا تخرجون مع راعي إبلنا فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا: بلى. فخرجوا معهم وشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي، مجرمين، قتلوا الراعي وأطردوا النعم، استاقوها، أخذوا كمان الإبل تحت الرسول، تحت المسلمين، بيت المال، وأطردوا النعم. فأخبر بهم عليه الصلاة وأفضل السلام، فأرسل في أثرهم فأدركوا، فلما جيء بهم قطعت أيديهم، هكذا، ولم يقل حتى إيوا أرجلهم من خلاف، قطعت أيديهم، أمر بهم النبي، يعني أمر بهم، فقطعت أيديهم وسمر أعينهم، فقأها كما قلنا بشوكة أو بحديدة محماة. هذا المحاربون قتل مجرمون ومرتدون. ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا، لم يحسمهم، يعني بعد أن قطعهم لم يحسمهم بالزيت الحار عشان يقف النزيف، لا، تركهم حتى ماتوا هكذا. والحديث له رواة كثيرة، حديث مشهور جدا وهو حديث صحيح وثابت. قال أبو قلابة: فقلت: فهل أشد مما فعل هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام. هذول مرتدون، بس إيه؟ مش مرتدون مجردون، ارتدوا عن الإسلام وسرقوا وقتلوا، بيستحقوا القتل. أنت تقول لي سرقوا عشان النبي قتلهم؟ لا لا، هؤلاء ارتدوا وسرقوا وقتلوا. هذا الحديث حافظين لي شطر منه، يقول أبو قلابة جملة واحدة. هذه المشكلة، عرفت شيئا وغابت عنك، وهنا خطورة أحاديث الأحاد، واحد يحفظ شيئا، واحد كذا يفهم شيئا، مشكلة. قال: فقال عنبسة ابن سعيد، أحد نبلاء بني أمية كان جالسا، فقال عنبسة ابن سعيد: والله إن سمعتك اليوم، يعني ما سمعتك اليوم، شيء عجيب هذا. قال: فقلت له: ترد علي حديثي؟ قال: لا، أنا ما أرد عليك حديثك، بالعكس أنا أتعجب، يعني إيه، مثملا مقدرا لما سقته. قال: لا أرد عليك حديثك، ولكنك سقت الحديث على وجهه. أنت فعلا حدثنا بالحديث بشكل كامل، ما كنا فاهمين احنا هيك، فاهمين سرقوا فالنبي فعل بهم ما فعل، لا، هذول سرقوا وقتلوا وارتدوا، جريمة مثلثة، هؤلاء محاربون لله ورسوله. وعلى فكرة أشهر أقوال المفسرين أن آية الحرابة من سورة المائدة، الآية 33 نزلت، إيه؟ أو 32 نزلت في هؤلاء العرانيين، هذا قصتهم. إنما جزاء الذين، الآية تلونها في صدر الخطبة. قال: ثم قال عنبسة ابن سعيد: لا يزال هذا الجند، يعني أهل الشام، يعني أهل الشام، لا يزال هذا الجند بخير ما دام هذا بين أظهرهم. عن إيه؟ عن أبي قلابة. قالوا هذا عالم محقق فاهم القصة. الشاهد يا إخواني أن أبا قلابة أكد لعمر بن عبد العزيز أن باب الدماء باب ضيق لا يتوسع فيه، وأقسم بالله على هذا. والقرآن الكريم يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. واحد يقول لي: وإيش الفساد في الأرض؟ طيب يمكن هيك فساد؟ لا 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 لا، ليس بعد قول الله قول، ولا بعد كلامه كلام. هذه الآية 32 أيها الإخوة فسرها القرآن مباشرة، الآية التي ولتها، الآية التي إيه؟ ولتها. ماذا قالت؟ قالت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وأنتم علمتم في من نزلت، في هؤلاء العرانيين، أن يقطعوا أو يصلبوا إلى آخره، أن يقتلوا كذا. إذن هذا هو الفساد في الأرض، الحرابة، الفساد في الأرض، الحرابة. عارفين حرابة؟ هذه جرائم مسلحة. طبعا اختلف العلماء، اختلف العلماء. أبو حنيفة قال: الحرابة لا تكون إلا إيه؟ إلا في البيداء، في مصر لا نعده حرابة، لازم تكون في البيداء في الصحراء. طبعا بلا شك الحرابة في الصحراء أفحش وأغلظ. لماذا؟ لانقطاع الغوث. طبعا أنت ماشي مسافر لحالك أو مع زوجتك أو مع عيلتك أو حتى إيه، في قافلة صغيرة، ويخرجون عليكم، ما في، إيش تقول؟ يا غوثاء، ما في حدا يسمعك، تذبح وتسرق ويسفك دمك وينتهك عرضك، تأخذ أموالك وأنت ما في حد، عشان هيك مشدد فيها. أبو حنيفة قال: هذه الحرابة التي تكون في البيداء،
الإمام الأوزاعي والشافعي والإمام مالك الجمهور قالوا لا، الحرابة حرابة، سواء كانت في البيداء أو إيه أو في الأمصار، كلها حرابة، وهذا أحسن حفظاً هي وحفاظاً على إيه؟ على حيوات الناس وأمن الناس وحقوق الناس يا إخواني. حرابة حرابة، وهؤلاء المحاربون أنزل الله حدهم الشديد هذا في كتابه، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض بحسب. فمن قتل يا إخواني قتل، من قتل قتل، ومن أخذ المال من هؤلاء المحاربين ولم يقتل هذا إيه؟ قطع وحسم ولا يقتل. لكن مش قطع بنيامين فقط، لا، لأنه هذا إيه؟ سارق محارب، هذا يقطع من خلاف والعياذ بالله. ويمكن أن يصلب دون الموت حيث لا إيه؟ نميته. ومن أخاف وروع، ومن أخاف إيه؟ وروع ولم يقتل ولم يسرق، ماذا فعلنا به؟ ننفيه من الأرض، إما النفي على وجهه بالطرد من بلده، وإما بإيداعه السجن، هكذا فسرت أيضا إيه؟ هذه الكلمة، أو ينفوا من الأرض. هذا على مذهب من قال أن أو 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 للتنويع، أما من قال كالإمام مالك إنها للتخيير أو، فقال الإمام مخير، هو مخير. طبعا قول مالك أشد، يعني الإمام ممكن أن يفعل إيه؟ بمن روع ولم يسرق ولم يقتل ينزل به إحدى هذه الخصال، حتى التقطيع، حتى القتل. لا، هذا قول شديد، لعل الأرجح أنها للتنويع، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن الباب هذا يا إخواني باب ضيق جدا، ولذلك بكلمة للأسف أدركنا الوقت، نحن في الشتاء القصير. بكلمة أحبتي إخواني وأخواتي، الاجتهاد الذي يؤجر صاحبه هو الذي يكون مأذونا فيه، والحديث ليس في الاجتهاد المطلق هكذا، بل في اجتهاد القضاء. إذا بدك تأخذ بالحديث فالحديث ليس إيه؟ حتى في المفتين، الحديث في القضاء. القاضي إذا اجتهد إيه؟ فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وحتى إذا قلنا في غير القاضي نأخذ إيه؟ بالعموم في الدلالة لا بأس، ولكن أيضا كما قلنا لكم من أهله وفي محله. وين محل الاجتهاد في هذه المسائل؟ وبعدين اجتهدت فيها تجتهد اجتهادا لا يعدو أن يكون حبرا على ورق أو موجات في الهواء، ممنوع أن يتحول إلى تنفيذ عملي، هذا يعتبر إجراما حقيقيا. تبقى مسألة أنا أقول لابد على العلماء وعلى الجهات المختصة في البلاد الإسلامية، لابد أن تضع وأن ترسم عقوبات رادعة وشديدة قاسية لمن يتسور على حمى الاجتهاد فيما يتعلق بأمن الأمة، بالدماء، بالأعراض، القضايا الخطيرة هذه، بحيث يردع أمثال هؤلاء يا إخواني، ولا يتركوا هكذا ثم يعتذرون ويعتذر عنهم ولهم بالقول اجتهدوا فأخطأوا. ما شاء الله، أعطوهم برضو ناشين، إذا هيك أعطوهم ناشين، خربوا البلاد، دمرونا، ذبحونا، قتلونا، وأعطوني شان في الأخير. قل لي هذا مجتهد ما شاء الله، أبو حنيفة هذا اجتهد فأخطأ. لا لا لا، لابد أن يردع أمثال هؤلاء الجهلة، أمثال هؤلاء العابثين بدين الله وأمن المؤمنين عن أن يواصلوا السير في هذه المضلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور الأشرار ومن شرور أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحبتي في الله إخواني وأخواتي، أخرج الإمام مالك في موطئه رحمة الله تعالى عليه أن أبا الدرداء وكان بالشام، وكان مواخياً، أي مواخياً كما تعلمون لسلمان الفارسي رضي الله عنهما، أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة، تعال إلى بلد الشام، هذه الأرض المقدسة بنص كتاب الله. فأرسل إليه، أي رجع إليه سلمان، يقول إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما يقدس، هي أرض مقدسة بس أنت مش بصيرش مقدسة لأنك في الأرض المقدسة. قال له فهم هيك، شوف، يحب يكون أمور واضحة، شفتوا كيف أنتوا؟ حتى لا نخدع بالعناوين وباليافطات والكلاشيهات، الأرض مقدسة أهل وسلم في كتاب الله،
بس ما صرتش انت مقدس لانك في الارض المقدسه. فهم حقيقي، فهم مسؤول يا اخواني. ان الارض لا تقدس احدا، وانما يقدس الانسان عمله. وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي. كان بماذا هنا؟ كان ايه؟ بالطب يا اخواني، عن القضاء. قال له بلغني انك تقضي بين الناس. خذ هذا وهذا إلك وهذا مش إلك وأنت طالق وأنت انتبه. قال له مسألة خطيرة جدا جدا. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي، فانظر فإن كنت طبيبا تبرئ فنعم ما لك، وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل نفسا بغير حق فتدخل النار. قال له بتقضي أنت يا أبو الدرداء؟ أنت قد القضاء أنت؟ ومين هذا؟ مش الشيخ فلان والشيخ علان والطالب في كلية الطب اللي مش عارف ايه اللي بفتي وعمل لي جماعة. لا يا أخي، أبو الدرداء هذا صحابي جليل معروف بزهده وعلمه رضوان الله عليه، من أصحاب محمد المباشرين. قالوا شوف طبيب متطبب تدعي الطب وليس لديك ايه لياقة الطبيب الحقيقي. قال له بتروح في 60 ده يعني القاضي. وإن كنت ايه متطببا فاحذر أن تقتل نفسا بغير حق فتدخل النار. يقول الراوي فكان أبو الدرداء بعد ذلك إذا قضى، هي صرح أنه الطب هنا القضاء، إذا قضى بين اثنين فولى يقول ارجع إلي متطبب والله، ارجع أعيد علي قصتكما. صرت خائف أنا من القضية هذه نحكم. هذا هو يا إخواني. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسي، رحم الله امرأ عرف قدر نفسي. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا غائبا إلا أرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنت على قضائها بمنك وتوفيقك. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.